حضراتكم والكابتن محمود ابو الدهب. كابتن ابو الدهب، خليني اخدك للحقيقه لماتشات افريقيا، سواء بقى للاهلي والزمالك ومودرن. عايز اخد رايك في ماتش امبارح، ماتش مودرن والزمالك وفوز الزمالك 2-1. شفت الماتش ازاي ورايك عامه؟ يعني الفرقتين هما بيمثلوا الكره المصريه في هذه البطوله، كنا نتمنى ان الاثنين يبقوا يعني في اتجاهين، الزمالك في اتجاه ومودرن في اتجاه، لان من وجهه نظري انا الشخصيه انا شايف ان هما من افضل الفرق اللي يقدروا يوصلوا للمباراه النهائيه، لولا طبعا ان هم قابلوا بعض في هذا الدور الحقيقه. يعني خليني اقول لك يا فاروق، يمكن اتفرجت على المباراه، ويمكن فيوتشر عمل مباراه كبيره جدا امبارح، اداؤه كان جيد، يمكن اضاعوا اجوان كتير جدا. اتمنى ان تشوف المباراه الثانيه بنفس الشكل ونفس النظام، لكن انا بكلمك عن النادي الاهلي، عن نادي الزمالك. لا، الزمالك امبارح كسب بالحظ وبالتوفيق، حتى يمكن الهدف او ضربه الجزاء اللي جت، انا شايفها ان هي ضربه يعني اوفسايد من البدايه على سيف الجزيري. بس هناك فار كانت. لا، ما هو الفار ما حسبش. طيب ما حسبش يبقى اوف سايد؟ مش اوف سايد؟ لا، اوف سايد. ما ممكن الفار، هقول لك الفار نايم والفار شغال وشدوا الفيشه. لا، انا بقول لك ان كابتن رضا بقى. لا، انا مش هقول كده. لا، انا ماليش دعوه بكابتن رضا. انا ما بتكلمش على الكابتن رضا. انت بتدخلني ليه بالكابتن رضا؟ بتحطه لي جمله مفيده ليه؟ انا بقول رايي وكابتن رضا بقول وجهه نظري. يا باشا ده حبيبي. لكن انا بكلمك، انا شو من وجهه نظري ان الكره كانت الهدف ده بتاع سيف الجزيري كان من البدايه. لكن انت بتقول لي فار؟ لا، الفار يمكن الحكم ظلم في يوتشر في بعض القرارات امبارح، وكان في امبارح في طرد لدونجا من ناحيه الشمال يا فاروق، من ناحيه اليمين. انت جاي على الزمالك ليه كده؟ لا، انا عمري ما جاي على الزمالك على فكره. طيب، لكن انت بتقول الحق بتاع ربنا، وانت الفرقه يوتشر مش فرقه مصريه طبعا، ولا كل الحقوق انها تكسب وانها توصل. يعني لو مش لو مش فيوتشر وفريق اخر، انا بتكلم على فرقه الكوره دلوقتي. بس لو مش فيوتشر وفريق اخر كنت هتقول اي فرقه؟ كنت هقول طيب، حتى لو فرقه من الفرق الثانيه. حتى كمان انت بتتكلم على البطوله. لا، الحق البطوله. لا، البطوله يمكن الزمالك ما لعبش فرقه قويه من بدايه البطوله. حتى في دور المجموعات انت ما لعبتش بطوله قويه، عملوا الزمالك بيأدي والزمالك ما بيأديش. لكن خلي بالك، الجيل بتاع الزمالك او فرقه الكوره بالذات ما تستاهلش انها تاخد بطوله الفتره دي. في اخطاء كتيره، في لعيبه بعيده عن مستوى، في لعيبه حتى الصفقات اللي جت مش هتأدي الغرض منها. انت كنت بتتكلم على ناصر ماهر، يمكن افضل لعيب فيهم، احنا كنا بنقول افضل من قفشه، لكن لما بيلعبش او ما بيشاركش بصفه اساسيه، انت برضو مصمم على اللعيبه الكبيره اللي هي موجوده في فرقه الزمالك. في مشاكل عندك في الدفاع، حسام عبد المجيد والمسلوسي، مع انت بتتكلم كمان ما فيش باك رايت بيأدي بشكل جيد. لكن انت بتتكلم على الجيل اللي موجود. لا، ما يعني ما ياخدش يعني. طب انت اتفرجت على الكونفدراليه يا كابتن؟ انا اتفرجت على ماتشات الزمالك يا فاروق. ما اتفرجتش على باقي الفرق؟ لا، انا اتفرجت يمكن اتفرجت امبارح على نهضه بركان وابو سليم اللي هم تعادلوا 0-0. ايه رايك؟ لا، لا، الفرقتين الزمالك طيب يعني يكسب. حتى لو الزمالك انت بتقول مش حالته، بس عنده فرصه بخبراته. لا، بس انت هتلاعب لعيبته حتى لو موجوده. عندك الناحيه الثانيه اتحاد العاصمه، فرقه كويسه وبتبقى خطر على الملعب. نهضه بركان اتحاد العاصمه في اتجاه واحد. ما في اتجاه واحد. يعني ما واحد منهم هيطلع الثاني. ما انا بقول لك لو كملوا يعني. اتحاد العاصمه يكسب افضل، يمكن افضل الفرق اللي حامل اللقب. هم ممكن من افضل الفرق اللي تلعب نادي الزمالك، لكن انا بكلمك على الجيل الحالي او فرقه كره القدم. حتى يعني انا اتمنى يعني نادي الزمالك لو كمل وصل للنهائي وقابل يعني احدى الفرقتين دول يكسب بالتوفيق والحظ، غير كده لا. توفيق وحظ. طبعا مش كوره. لا، مش كوره. بقالهم فتره الزمالك بعيد عن مستواه، وانا يمكن انت ظلمت كتير جدا ان باستبعادك، وافضل اقولها استبعادك لمعتمد جمال، لانه كان عارف اللعيبه وعارف، او لو كان جت عنده الصفقات دي كان قد بشكل. لا، ما انا بقول لك انت يعني ما... انت مش مقتنع بالمدير الفني الحالي بالنسبه لك؟ لا، كنت مقتنع بيه في البدايه، كان بيأدي بشكل جيد، لكن واضح ان هو الراجل بياخد تعليمات من حد تاني او مش شغال بدماغه. انت عندك فرقه كويسه.